يعطيكم العافية. تذكرون البيبانثين هذا؟ قلت لكم الوردي نسميه مرهم البيبانثين أو البيبانثين أوينتمنت، وقلت لكم استخداماته إنه كمرطب شفاء أفضل من استخدامه لترطيب الوجه، لأنه قد يطلع لكم حبوب لأنه ثقيل وقوامه شوي مائل إلى دهني. وكذلك يستخدم في تشقق الحلمات عند المرضعات، ويستخدم لمنطقة الحفاظ عند الأطفال، ويستخدم في كثير من الأشياء، ولكن ما فضله لترطيب الوجه، ولكن للشفاء ممتاز. إنزين، هذا هو البيبانثين الوردي، هذا ترى نفسه لأنه مكتوب عليه أوينتمنت وبانثينول. البانثينول هو المركب الطبي اللي تركب منه البيبانثين اللي توريتكم إياه، فسواء هذا أو اللي توه حطيت لكم إياه نفس الشيء، ودام مكتوب عليهم أوينتمنت فاثنينهم مراهم، وحطت لكم صورتهم. بنت دزت لي جزء من ويها في حبوب، وقالت دكتورة استخدمت البيبانثين وطلع لي حبوب. الظاهرة ما كانت متابعتني من زمان. البيبانثين الوردي اللي مستخدمته هذا اللي دزت لي صورته طبيعي راح يطلع لك حبوب، لأنه هو مرهم. أول شيء هو مو كريم، هي قالت كريم، هو مرهم وقوامه، شوفوا قوامه كثر ثقيل ولزج، وممكن يسكر المسام ويطلع لك حبوب. لذلك استخداماته أرد وأقول لكم، يعني اليوم قبل حمرة المات مستخدمته، أحطه لترطيب الشفاء نمبر 1، يعتبر لترطيب الشفاء من أنواع البيبانثين، لأن في أنواع كثيرة من البيبانثين وألوان كثيرة كل واحد لاستخدام. وكذلك الاستخدامات غيرها لترطيب الحلمات المتشققة عند النساء، وخاصة في فترة الإرضاع، ويستخدم لمنطقة الحفاظ عند الأطفال. فهذه استخداماته حق الوجه، ما أنصح فيه نهائي. بانثينول وهي التركيبة الأساسية الموجودة في كثير من الكريمات، أهمها البيبانثين الأزرق اللي دائما تسألوني عن رأيي فيه، الحين راح أقول. وكذلك موجودة بكثير من الكريمات، مو شرط يكون البيبانثين الأزرق، اللي مكتوب عليها البانثينول كريم أو اللي مكتوب عليها ديكسابانثينول كريم، هذين كلهم يحتوون على الديكسابانثينول، وهي مادة ترطيبية حلوة للآتي: للترطيب بشكل عام، ممكن تستخدم كذلك للوجه عند بعض البشرات تناسبهم، وممكن تستخدم لترطيب مناطق الحساسة، تستخدم كذلك بعد التقشير، وخاصة حق مناطق الإيد أو مناطق الجسم. ولكن هل هي كافية للبشرات اللي بدت فيها تجاعيد، للبشرات الفاقدة للنضارة؟ هل هي لها خواص تفتيح للتصبغات؟ لا، هي كريمات ترطيبية ممتازة، وإحنا نصرفها بكثير من الحالات راح أذكرها تحت، ولكنها غير كافية لنضارة البشرة وغير كافية للتجاعيد، خلوا بالكم.